اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم على النمط الحسي او الشخصية الحسية او الشخص الحسي. طبعا استشاراتكم الخاصة او تحليل الشخصيات بسيب لكم رابط في صندوق الوصف او في اول تعليق. طيب عندنا هنا لما نتكلم على الشخص الحسي، علشان عندنا الزوار الجدد اللي بيجوا يسمعوا الحلقات وبعدين ينتقدونا في علم الفراسة ويقول لك ايه ده جنان، ده هبل، ده الشخص ملوش علاقة خالص بشكل وشه، الاشخاص ملهاش علاقة بالتواصل بشكل الوش. وده اللي احنا هنوضحه النهاردة، ازاي نعرف اي واحد من شكل وشه. لكن الاول نتعرف على الشخصية اللي احنا نتكلم عليها النهاردة، دي شخصية حسية. ايه مواصفات الشخص الحسي؟ الشخص الحسي ما هو الا شخص يعتمد اعتماد كلي على تلقي المعلومات عن طريق المشاعر والاحاسيس والعواطف. لذلك هنلاقي الناس دي دايما عندهم مشاعر فياضة، حنين، عندهم احساس عالي، عندهم ذوق عالي. دايما فضلوا انهم يقعدوا في اماكن نظيفة، في اماكن متناسقة، اماكن بعيدة عن الضوضاء، بعيدة عن الاصوات. واحنا ماشيين في الشارع ممكن نلاحظ حاجة غريبة بتحصل وكلنا بنكون مندهشين من الموضوع ده. وبعدين نيجي وقت واحنا بعد ما نتجوز نلاقي ان احنا بنعمل نفس الشكل. طب ازاي؟ هنلاقي واحد ماشي هو وزوجته في الشارع، هنلاقي واحد منهم سابق وواحد متأخر. اللي سابق ده نمطه يا سمعي يا بصري، اما اللي متأخر ده فده شخص حسي. لما يروح يشتري حاجة من محل هنلاقي واحد مستعجل دايما، وده اللي هو السمعي، ده دايما مستعجل. اما الشخص الحسي فهو عنده تأني في ان هو يختار المنتجات وهو راح يشتري، بيدور كويس، بيستعمل طريق النوع البطيء، يعني شخص بطيء. الاول يعرف ويعرف معلومات كتير عن المنتج اللي هو يشتريه. لو راح يشتري ملابس هيروح لازم يشوف الخامة ويشوف الجودة ويدور كويس، لأن هو بيهتم بالحاجات دي جدا. طبعا هنا بقى بيبقى في واحد اللي هو الشخص البصري أو السمعي، بيكون منزعج جدا من مين؟ من الشخص الحسي. كمان لما بييجوا يتواصلوا معاهم كزوجين مثلا متواصلين، احنا بنتكلم بشكل عام مش لازم اتنين متجوزين، احنا بنتكلم علشان يبقى عندنا سهولة التواصل مع أي حد في المجتمع، سواء واحد من أفراد العيلة أو صديق أو زميل عمل أو مدير عمل. فاحنا لازم نشوفه هو إيه الأول وبعدين نتعامل معاه. طيب مميزات الشخص الحسي هقول لكم دلوقتي، محدش استعجل، هقول لكم دلوقتي على المواصفات اللي في الشكل الوجه، بس ايه الاول نعرف الاول مين هو. مميزات الشخص الحسي: يمتاز بالهدوء، بالحديث بصوت منخفض، دايما على طول صوته منخفض، عنده هدوء بشكل عام، ان هو ايقاعه بطيء. كمان هتلاقيه هنا بيتنفس ببطء شديد وعنده هدوء شديد ومتزن، هتلاقي عنده اتزان، دايما يدور على المثالية. وعلشان يوصل للمثالية هتبص تلاقيه وهو بيتنفس يسحب هواء عميق وبهدوء، يطلعه بهدوء. دايما هتلاقيه عنده هدوء كده، ما بحبش بقى ايه ان انت هتطلعه من شعوره ده، ده لو طلع عن شعوره هيغضب، ولما يغضب هيغضب جامد. طيب عندنا ايه تاني من مميزاته؟ دايما بفضل الراحة والحنان والحب والمشاعر، اولويات حياته كده، اولويات حياته ان هو دايما يستمتع بكلام الحب والعواطف والمشاعر. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا ان هو دايما محتاج للحب والتقدير المستمر، يعني ما يعرفش لو في شخص حسي ما يعرفش يعيش من غير حب، ما يعرفش يعيش من غير مشاعر، دايما عايز كل يوم مشاعر، عايز كل يوم حب، عايز كل يوم حاجات جديدة امدح فيه، دايما حسس ان هو شخص ثمين كويس، هو بيحب كده. الشخص ده لو ان هو قاعد في مكان مش حاسس فيه بالراحة او الهدوء او الحب، او حاسس ان المكان ده يعني ممكن نلاقي في بعض الأحيان واحدة ست تكون عندها هدوء وطيبة وكويسة وحساسة، وفجأة تلاقيها اتجوزت وبعد 2 3 شهور اتطلقت. ليه؟ لأن ممكن يكون اللي موجودين في العائلة اللي هي رايحاها يكونوا سمعيين أو بصريين أكتر، لأن هنا الأطباع بتبقى كلها زي بعض، يعني كل بيت ليه نظام معين في أسلوب التعامل مع بعضه. يعني أشخاص دايما يعبروا عن الهدوء وصوتهم واطي،
منخفض. في ناس دايما تيجي تتكلم معاهم تلاقي البيت كله، العيلة كلها بتتكلم بصوت عالي كده. فهنا كده بقى بيبقى حصل اختلاف بين في العلاقة بقى بين الاتنين نفسهم، في هنا كده حصل خلل، فبالتالي لازم ان هما ينفصلوا، وده سبب من اسباب التواصل البدني والذهني والعاطفي وكل حاجة. طيب عندنا ايه تاني من مميزاته؟ عندنا مميزاته ان هو بيخاف على مشاعر الاخرين بشكل مبالغ فيه، يعني ان هو حساس لدرجة ان هو ممكن يتنازل عن حقه عشان ما يزعلش فلان، ودي معتبر هي ميزة عنده وميزة للمحيطين بيه، انما كشكل عام بتكون عيب عنده ان هو يحاسب على مشاعر اخرين، لان هنا لما بيجي شخص حسي يحاسب على مشاعر الطرف التاني، فالطرف التاني هنا كده ما بيفهمش فين المشكلة، فبيزود بيفكر ان هو كده لو هو ذكر والانثى حسي فممكن ينفصلوا بسبب الموضوع ده، ان هنا ده بيتنازل عن مستحقاته كتير، فاصبح ان هنا التاني اصبح ان التنازلات دي يحسها ان هي كده بقت حقوق مستحقة عند الشخص السمعي او البصري. فهنا كده لازم كل واحد يبقى عارف مصيره ايه. اما بقى لو الشخص اللي معاه حسي فكده الحياة هتبقى جميلة، ويتحملوا بعض وحاسبوا على مشاعر بعض ويزرعوا ورد في مشاعر بعض، والحياة بتبقى جميلة جدا معاهم، ودول عشاق الرومانسية. طيب عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا بيعطي الاهتمام بالمشاعر والاحاسيس والاصوات والصور والخيال والحاجات دي كلها، لدرجة ان هو لو بيشاهد فيلم وحصل فيه موقف درامي بتلاقيه يبكي لوحده وهو قاعد. طيب تعالوا بقى نتنقل على العيوب بتاعت الشخص الحسي. الشخص الحسي من عيوبه ان هو الحساسية عنده مفرطة لدرجة ان هو بيزعل بسرعة من كل اللي حوله، لان هو احنا قلنا ايه، بحاسب على مشاعر اخرين جدا، فبالتالي لما واحد انا بحاسب ان انا ما ازعلكش وفجأة الاقيك بتزعلني، فانا كده باخد موقف، لان هنا كل واحد مفكر ان الاشخاص كلها بتتعامل معاه بناء على ان هو كل الناس شبه بعض، وده مفهوم غلط خالص، احنا لازم نفهمه كويس. طيب من عيوبه ايه؟ من عيوبه ان هو دايما بياخد القرارات بناء عن مشاعر واحاسيس، يعني يحس ان فلان ده متعاطف معاه فممكن يدخل في ورطة بسبب ان هو متعاطف مع شخص بسبب العواطف، لان في ناس مخادعة كتير. طيب من عيوبه كمان ان هو دايما الاشخاص بتقول عليه ان هو دايما زعلان، دايما نكد، دايما هو منكد على الناس اللي حواليه والكلام ده. فهنا لما بيتكلم على نفسه، هو كمان من عيوبه ان هو دايما بيتكلم على نفسه كتير، يعني تلاقيه بيقول لك انا وانا وانا وانا، فعنده الانا مرتفعة شوية. طيب عندنا هنا كلمات مرتبطة بالشخص الحسي، لو احنا بقى ايه فقدنا المميزات والحاجات دي نعرفه ازاي بدون فراسة بدون اي حاجة، لكن احنا خلاص بنتعامل معاه وعايزين نعرف نتعامل معاه ازاي، هنلاقي معظم كلماته فيها ايه، لدي احساس ان فلان ده مش كويس، انا اشعر ان فلان ده مش حاببني، انا حاسس ان فلان ده بيكرهني، انا حاسس ان فلان ده مش عارف ايه، دايما يقولك اه الله الحاجة دي رقيقة او قبيحة، الحاجة دي جميلة، حاجات زي كده. دايما هو بيربط كل حاجة بالمشاعر، كل حاجة عنده رابطها بالمشاعر، نفسي او يقولك ايه انا نفسي اشعر بطعم النجاح، مش هيقولك انا عايز انجح او انا عايز اكون كذا، لا هو هيقولك انا نفسي اشعر بطعم النجاح. لما تيجي تحكي له على موقف درامي هيقولك انت جيت حطيت ايدك على الجرح. ده كمان شخص حسي، لان هو بيستقبل منك الكلام ده على ايه، على ان هو بياخد مشاعر واحاسيس. طيب جينا بقى لموضوع الفراسة، هنعرفه ازاي من شكل وشه؟ اه طبعا هنعرفه، احنا هنقول لكم هنا حاجات مختصرة، يعني احنا مش هنقول كل حاجة، يعني احنا ممكن نقول 10 سمات بس، لو توفر منهم 3 او 4 اصبح ان الشخص ده عنده حساسية، وكل ما زادت كل ما زاد الشخص ده حساسية اكتر، يعني كل ما زاد معانا السمات
كل ما كان الشخص ده حساس اكتر. طب احنا هنقول ملامح ايه؟ هنقول ملامح اللي هي سهل نلاحظها بسهولة. طيب عندنا هنيجي بقى نجيب الوجه من فوق لتحت. اول حاجة عندنا الشعر، هنلاقي الشعر عنده سايح، وده دليل على ان هو ما يحبش بقى ايه يقعد في مكان فيه ضوضاء، ما يحبش يقعد في مكان شمس، ما يحبش يقعد في مكان فيه صداع كتير، مكان هو مش مرتاح فيه. ده بالنسبة لرقم واحد اللي هو الشعر. طب ننزل شوية على الجبهة، هنلاقي الجبهة عندنا جبهة بارزة لقدام او جبهة كبيرة بحرف ام، يا دي يا دي الاتنين ماشيين معانا في الشخص الحساس. جبهة على حرف ام، فالجبهة على حرف ام بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا ان الشخص ده مبدع. فهنا الابداع لازم ياخد وقت علشان ان هو يديلك الناتج اللي هو عايز يوصله لك بالظبط. فهنا متعلق بالايه؟ بالذوق والمشاعر والاحاسيس في الشعر حرف ام. طيب عندنا كمان اللي هي الجبهة اللي طالعة لبره، طالعة لبره، ده بياخد وقت كبير برضو في التفكير علشان يوصل للحاجة اللي هو عايز يوصلها لك، فده شخص حساس. طيب هننزل بقى على العيون، هنلاقي العيون عيون واسعة. العيون الواسعة بتدل على الصراحة والبراءة، وده هنا الشخص الحساس صريح اصلا، عنده صراحة، يعني لو حاجة مزعلاه لانه بيكبت في نفسه بيزعل بيغضب بيبان عليه. كمان عندنا اللي حوالين الشفايف، ممكن نلاقي الاقواس اللي هي حوالين الفم من اول الانف للدقن، دي ممكن تكون واضحة لو فيها، ده سهل جدا ان انت تعرفه زعلان او مش زعلان. هننزل بقى على الانف، انف هتلاقيها مرفوعة من قدام وصغيرة، وربما تكون مقعرة مفيش مشكلة فيها، لكن فتحات الانف بتلاقيها واسعة. طيب لو لقينا فتحات انف واسعة، منطقة الشارب هنلاقيها كبيرة شوية، لكن لو لقينا فتحات الانف ضيقة فأصبح هنا الحساسية مفرطة عندك. طيب لو جينا بقى على حواجب، لازم يكون موجود حاجة من دول، يا إما حاجب مستقيم، وده لازم يكون موجود طبعا في الشخصية الحسية، هنلاقي عندنا الحاجب بتاعها واخد شكل استقامة، لكن مش شرط ان هو يكون مستقيم بشكل استقامة كاملة، يعني في استقامة ممكن نلاقيها استقامة من تحت او استقامة من فوق، فالحاجب فيه استقامة. ربما يكون الحاجب مرتفع عن العين بمسافة، يعني لو المسافة، لو لقينا عندنا عرض السبابة، لو حطيناه بين العين والحاجب ولقينا الحاجب مرفوع عن العين، فاصبح ان الشخص ده حساس لانه انتقائي بيدور على حاجة معينة عايز يجيب حاجة معينة. كمان هنلاقي عندنا الفم راجع لورا، تحس ان هو داخل في قلب الجمجمة راجع لورا قوي، ده بيكون شخص حسي. بس كده خلاص احنا كده خلصنا. اللي عايز يتواصل معايا بسيب لكم رابط اسفل الفيديو، طبعا اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة وفعل الجرس هيوصله كل الاشعارات. سلام.